لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا، وجينا دلوقتي مع الفلك والابراج وسابي طبعا، واللي هتكلمنا اكتر عن الفتره دي وتوقعات الابراج. واي حد اكيد عنده اي استفسار او سؤال عن التوقعات والتوافقات والابراج تقدروا تكلمونا بدايه من دلوقتي، او تسيبوا لنا الكومنتس بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك. يا سابي ازيك؟ عامله عامله ايه؟ ايه؟ كل تمام، سنه وانتي طيبه انتي طيبه؟ ورمضان كريم. الله اكرم. الفتره دي عامله ازاي؟ الفترة ديت تعتبر فترة حلوة، يعني على معظم أبراج كتيرة جدا فترة حلوة. ليه بقى؟ يعني هي ليه أيام مع كده، اني حاسه الناس كلها تعبانه مثلا الفتره دي، لا حاسه هما اللي الناس تعبين كلها نفسيهم، عيانه. لا هما اللي تعبين نفسيهم، يعني هما اللي تعبين نفسيهم، اللي تعبانين دول هما اللي تعبين نفسيهم بالفكر، بمواضيع ما تخصهمش. لو كل واحد يفكر في نفسه، او يعني يفكر في الحاجات اللي تخصه، ما يفكر، ما يعملش زحمة كدابة، هتبقى الدنيا ابسط واسهل من كده بكتير. اوكي بس تيجي نمسكهم برج برج. يلا. الحمل الفترة ديت عنده، لو عايز ياخد قرارات او اي حاجة، الدنيا عنده حلوة، اوكي بس بلاش يعمل اي مشاكل، يعني بلاش يهول المواضيع او يكبر المواضيع، او يعني لو في حاجة الدنيا عنده ماشية فيها بالراحة، ما يستعجلش، لأن هو الحمل دايما بيحب يجري في أحداث حياته، أو عايز رد سريع لأي حاجة بيعملها. لكن بواجه عام الفترة دي الحمل ماديا ومعنويا عندهم حلو، كويس. أوكي، خصوصا إن هم كانوا 3 4 أيام اللي فاتوا ما كانوش حلوين عندهم. نيجي لبرج الثور. برج الثور الفترة دي عندهم فراق، عندهم مشاكل، يعني يعني عندهم مشاكل هم اللي وصلوها لكده، عندهم تراكمات، يعني المشاكل دي مش جايه من فراغ، مشاكل كده عندهم بقالها فتره، ما حلوهاش بسرعه او بدري، فتاخرهم في ان هم ياخدوا قرار او يحلوا المشكله هو اللي وصلهم للظروف اللي هم فيها. اوكي، السلبيه ساعات بتخلي الامور تكبر، او انك انت تسيبيها مثلا، تقولي ايه ربنا ان شاء الله هيحلها، ماشي، ما هو ربنا موجود وكل حاجه، بس بس ان انا ما سعيش ان احنا انا اللي ما بنسعاش وما بنفكرش، ودايما تايهين دوت اللي بيوصلنا للامور اللي احنا بنوصل لها. اوكي الجوزاء، الجوزاء الفتره ديت دايما الجوزاء بيحب يرتب اموره شويه، او بيحب السفر بوجه عام، فبرج الجوزاء يا اما بيرتب لسفريه الفتره دي، السفرية بعد مثلا رمضان على طول، هما بيحبوا يكونوا مرتبين نفسهم قبليها بفترة. اوكي اوكي، لو جالهم سفر يسافروا الجوزاء بوجه عام، سواء بنت او ولد، والبنت عندها ارتباط جديد.